اليوم اجتماع في بروكسل للأوروبيين ليبحثوا السبل التي يمكن من خلالها حماية الفلسطينيين والحيلولة دون تطور الأحداث. ما المعلومات المتوفرة وما هو المتوقع من هذا الاجتماع؟ نعم، البيان النهائي عمليا أو المؤتمر الصحفي الذي سيعقده بوريل من المفترض أن يبدأ خلال هذه الدقائق، ولكن هو قبل دخوله إلى الاجتماع صباح اليوم جوزيف بوريل قال إن الأوضاع في فلسطين في القدس وأن الانتخابات الفلسطينية أيضا على قائمة أعمال أو على أجندة أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ولكن من المتوقع أن يكرر الاتحاد ما قاله في بيانه الذي نشره أول أمس، وهو بيان صدر عن الرباعية الدولية الأمم المتحدة الولايات المتحدة روسيا والاتحاد الأوروبي، والذي جاء فيه بأن مبعوثو هذه الدول هذه الأطراف يتخوفون من الأوضاع التي تجري في القدس الشرقية خاصة البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، أيضا هم ينظرون بعين القلق لأعمال العنف التي تجري هناك ودعوا إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر في المدينة، أيضا أعربوا عن خوفهم وقلقهم من عملية إخلاء حي الشيخ جراح من سكانه الذين يعيشون في هذه المنطقة منذ عشرات السنين. أيضا الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر قبل 3 أيام بيان وهو على الأغلب ما سيكرر اليوم بأن كافة محاولات إسرائيل لإخلاء حي الشيخ جراح وبناء مستوطنات 540 وحدة استيطانية في المنطقة الفاصلة بين بيت لحم والقدس هي عملية غير قانونية وهي مخالفة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي سيبقي على موقفه من القدس الشرقية وهذه المنطقة كمنطقة محتلة من قبل إسرائيل. كل هذه المحاولات الإسرائيلية لن تجدي نفعا بتغيير الموقف الأوروبي. عموما المبعوث الأوروبي في القدس كان قد قال بأن أعمال العنف تهدأ والتوتر يجب أن ينتهي في هذه المنطقة، وأن هنالك جولة من قبله على الأغلب ستكون يوم غد في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح ليكون على رأس الموقف ليشاهد ما يجري في تلك المنطقة. جوزيف بوريل في هذه اللحظات سيبدأ المؤتمر الصحفي، كما ذكرت كان قد أكد بأن الأوضاع في القدس في وأيضا الانتخابات الفلسطينية وما سيقوله أو موقف الاتحاد الأوروبي من تأجيل هذه الانتخابات وما سيفعله لكي تعقد هذه الانتخابات، نحن بانتظار البيان على الذي قد يصدر موقف الاتحاد الأوروبي الذي سيصدر خلال الدقائق المقبلة على لسان ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. واضح تماما، وسنعود لك لحظة صدور هذا البيان.